أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق الدلنجات يوم السبت ومعاكم قناة المونش اليوم يوم 24/8/2024 وتعالوا نشوفوا العجميات اللي تحت العشر مع عبد حليم قنديل بتاع كوم زمران مركز الدلنجات محافظة البحيرة. صباح الفل حلوم، عامل إيه يا فخي؟ الحمد لله. نارك أبيض، كم وكم حلوم؟ من غير فلوس خالص. الله يبارك عشان خاطر. الجو عامل النهاردة؟ لا الحمد لله شغال النهاردة. شغال النهاردة ربنا يخلع. احسن من الاسبوع اللي فات. بسم الله. كم؟ 35.5. 35.5. الثانية ب 38,000 والاثنين لبان. ده بتاع الغلبان بقى. يعني 35.5؟ و38. بسم الله ما شاء الله. لبان الاثنين. والسن لبان. صباح الفل يا حاج. السوق كويس النهاردة؟ كويس 10. الله أكبر. بص الأربع حلبات كده. حلبات يا جماعة. شايفين هم حاجة بالصلاة على النبي. هدوء يا حاج. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك فيك يا حاج. وحدو يا حاج. صلاة النبي عليه. الله اكبر. معك حاجة تانية حلومة؟ لا والله انا بحت ومفاضل اخر اتنين دول. ادينا الرقم يا صاحبي. 010 60 96 3727. الله يبارك لك يا حلومة ويصلح حالك. صباحك ابيض. الله يصلح حالك. 36.700 تحت العوش؟ بسم الله ما شاء الله. والله بيطلع له مكسب فيه تاني بعد ما بحتاج. بعد ما بحت له بيطلع له مكسب. لا بيعتك حلو. بيعتك مربوحة. والتانية دي مش معاه؟ معايا 38.5 بسم الله ما شاء الله. اللي تحت العوش. قلت دي بحتاج كام؟ 36.700. بسم الله ما شاء الله. ده هي احسن من ام 38.5 رزقه. اي دي واسعه شويه. معاك حاجه ثانيه يا صاحبي؟ لا والله خلصت. ادينا الرقم لو حد عايز حاجه. 100 70 71 51 491 490. اسمه المكان ايهاب ناجي قنديل. المعلم ايهاب ناجي قنديل كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره. اللي عايز عجميات تحت العشر موجود عنده. صباحك ابيض يا كيمو. نارك ابيض ان شاء الله. عم علي عز الله يبارك له. الجو عامل ايه النهارده عم علي؟ صباحك ابيض. حلوة. عاملين ياما النتايتين دول عم علي؟ بكام والله؟ ديك 33 الى 400. 33 الى 400 الى 400 يعني 2600. 32 و600. والتانية دي؟ 9.5. 29.5. الله يعملك حلو عم علي. وليك بسبعة ونص. 27.5 بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك عم علي. اولاد عز الله يبارك لهم ويصلح حالهم. الرقم معاك ولا مع محمد؟ انت كنت معدي حالاتك هناك يا بالعربيه حسن. محمد اهو هناخد الرقم لما تشوفوا المال اللي معاك يا محمد. 010 الاول. 20 5 7 5 4 3 8. اولاد عز وعنوانهم المعنيه تيل بارود محافظه البحيره. كم وكم في الثلاثه دول يا محمد؟ طيب بسم الله ما شاء الله. عايزين 31. عايزين 31. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ثلاث نتايات صلاة النبي عليهم يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. ملك حلو يا محمد والله. ما تسمينا كم وكم وكم كده بما يرضي الله يا محمد. عليه الصلاة والسلام. 28700. السمنتال دي والفرحة يا محمد؟ الفرحة ب 27 و200. ودية 29 و300. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا محمد ويصلح حالك. أي حد يتواصل معك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. حبيبي يا محمد مالك حلو والله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاة النبي عليها. الله أكبر الله أكبر. النتاية بتلعب كاراتيه وتفرج يا سعادة البيه. بسم الله ما شاء الله. مش بالكوم والله يا محمد. الله يبارك لك. مالك حلو وانت أحلى من الكل. بسم الله ما شاء الله. صباحك أبل حمودي. ماشي يا حجي. صباح الفل. السوق عامل ايه النهارده؟ السوق حلو ان شاء الله. ذكورة ولا انت عنده؟ ذكورة يا حجي. كام وكام؟ تصورنا كده؟ كام وكام؟ بسم الله ما شاء الله. كام الذكرين دول؟ عاملين يا سيدي عاملين 68000. 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
29 صلاة النبي عليه. بسم الله ما شاء الله. 29 ألف انت يا جنية يا واخدين جنية غالي؟ ربنا يبارك لكم فيه. 29 ألف انت يا جنية يا جماعة، ربنا يبارك للمال وصحاب الله أكبر. طب كم الوالدة دي يا خال؟ 77 ألف والخلف ذكر. ربنا يبارك للمال وصحابه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. كم الله؟ بكام يا صاحبي؟ بكام بس؟ 30 ألف يا معلم. يا دوبك خلال 28. الله يخليك. 28 الله يرضى بالأمانة. الله يرضى عنك 28. طب ما تسيبوش 1000 كمان تبقى بسبعة؟ والله تنفع. برضو؟ تنفع والله، كل حاجة تنفع. طب كمان 1000 تبقى بستة؟ لا ما أقول بخمسة. 25؟ لا هي ما يرضي الا تسوى 26. تسوى 26؟ اه 26 ألف. بسم الله ما شاء الله، المال صلاة النبي عليه. الله اكبر. ربنا يبارك لكم. تجار ولا جنيين؟ فلاحين. الله يقويكم ويعينكم ويستحقكم. فلاحين بتوع غلق وفاق. اه كلها فلاحين. عز عمك جميل السكره. اي الله. انت عارف عمك جميل الفلاح ما عادش عنده اخلاص ومسك الغلق والفاق. اي والله. الله من اللي فاق. اي الله. الله يصلح حالكم. بسم الله. انت ولا ذكر يا عسل؟ عامله كام؟ 26. ده نص ام 26 وراك ايه؟ تعمل كام دي؟ تعمل كام؟ هتشيل عليك تراب. كام يا صاحبي؟ يخرب بيتك. هي خش عليك. يا معلاه يا صاحبي. كام؟ مش يامي؟ ولا بتصور؟ الاثنين. هو الاثنين شغال. بسم الله ما شاء الله. نتايج جميلة في 26 ألف. ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالها وحال الجميع يا رب، اللهم امين. مين؟ حاج زين الشحاء. حاج زين؟ السيد. السيد الشحاء. ربنا يبارك لكم. الله اكبر. يلا يا دين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. كام يا حاج؟ تشتري بكام يا حاج صلاح؟ بتشتري بكام في النتايج دي؟ 27. هو قال ب 8.5 وانت قلت له بسبعة. حلو والله يا حاج صلاح. ماشي وحش. ها؟ راح يشور على زميله جوه. يشور على شريكه. ماشي مش عيبي. الله يقويك يا حاج صلاح. التاجر مع المربى يا جماعه وقت في سوق الدلنجات. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. صباحك ابد يا حاج صلاح. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم عجلة لا يا رب، اللهم اذكر الله. تسمع ذكر الله تقول لا اله الا الله. ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم.